ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنحل مسائل عن ماس والويت لستة ابتدائي. طبعا أول حاجة أنا هكتب القانون. أنا عندي الويت بيساوي ماس تايمز 10. 10 دي يا جماعة الجرافيتي اكسلريشن اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية. الماس عندي لازم تكون بالكيلوجرام. ليه بقى لازم تكون بالكيلوجرام؟ يعني القانون بتاعي لو بالجرام أنا هحوله لكيلوجرام. يعني لو على سبيل المثال مثلا الماس ايكوال تو كيلوجرام، في الحالة دي هقول إن الويت بيساوي الماس اللي هو 2 تايمز 10 هيبقى ب 20 نيوتن، تمام؟ طب لو الماس عندي 3 كيلوجرام هقول الويت بتاعي بيساوي 3 تايمز 10 ب 30 نيوتن. طب نفترض بقى دلوقتي لو انا عندي الماس بالجرام، يعني مثلا الماس طلع عندي 1000 جرام، في الحاله دي هعمل ديفايدد 1000 هيبقى 1 كيلو جرام. يبقى انا لازم القانون يتطبق بالكيلو جرام مش بالجرام، تمام كده؟ يعني لو انا عندي الماس مثلا 3000 جرام، في الحاله دي هعمل ديفايدد 1000 هيبقى ايكوال 3 كيلو جرام، واطبق القانون عادي جدا. هقول الويت ايكوال ماس تايمز 10. المهم ان الماس عندي بتكون بايه؟ بالكيلو جرام. يبقى انا دلوقتي لما اكون عايزه اجيب الويت هقول ايه؟ ماس تايمز 10، الماس بالكيلو جرام. وشفنا ازاي بقدر اطبق في القانون. لو كان عندي الماس بتاعتي بالجرام هعمل لها ديفايدد 1000 عشان اقدر احولها لكيلو جرام، وبعد كده بطبق في القانون. دلوقتي ان شاء الله هنحل مسائل مع بعض. لو انا عندي الويت بتاعي بيساوي، لو الويت عندي بيساوي 20 نيوتن، تمام؟ الويت بتاعي بيساوي 20 نيوتن على المول، والمول تمام. طبعا المسائل دي بجيبها من كتاب المعاصر. وجيت قلت انا عايزه الويت على الارض، الويت على الارض بيساوي كام؟ طبعا الويت على الارض on the earth بيساوي، هيكون بيساوي الويت on moon times 6، يعني 20 times 6 هيبقى 120 نيوتن، تمام؟ يبقى انا عندي الويت on the earth بيساوي، هقول الويت on the moon times 6، تمام؟ طيب لو انا عايز اجيب بقى الماس، هجيب الماس ازاي؟ طبعا انا عندي الويت بيساوي ماس تايمز 10، تمام كده؟ طب انا عندي الويت اهو، مثلا الويت ب 120، يبقى الماس بكام؟ يبقى الماس في الحاله دي هيكون 120 اوفر 10، يعني هيكون ب 12 كيلو جرام. يبقى انا الماس بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي الويت ديفايدد 10، تمام؟ يبقى المساله دي في كتاب المعاصر. يبقى لما اجي اتكلم عن الويت بيساوي 20 نيوتن اون ذا مون، يبقى الويت اون ذا ايرث بيساوي ويت اون ذا مون تايمز 6، يعني هطبق القانون هيطلع بالرقم دوت. طب الماس اجيبه منين؟ بجيبه من القانون ده. الماس بيساوي ويت اون ويت ديفايدد 10، بس الويت طبعا هنا اون ذا ايرث، تمام؟ هيكون بيساوي 12 كيلو جرام. دلوقتي هنشوف مساله ثانيه. لو انا عندي الماس ايكوال 30 كيلو جرام، تمام؟ وانا عايزه اجيب الماس اون ذا مون. طبعا انا عايزه اقول على حاجه عشان دايما بنتكلم فيها، الماس اون ذا مون ايكوال الماس اون ذا ايرث، يعني ايكوال 30 كيلو جرام، اوكي؟ ولما اجي اتكلم بعد كده عن الماس، احنا كده جبنا الماس اون ايه؟ اون ذا مون، قلنا ايكوال الماس اون ذا ايرث، تمام؟ الويت بقى، الويت بيساوي كام؟ الويت بيساوي ماس تايمز 10. الماس ب 30 تايمز 10 هيبقى ب 300 نيوتن، تمام؟ ده الويت اون ايه؟ اون ايرث. طب انا عايز اجيب الويت اون ذا مون، طبعا هقول الويت اون مون بيساوي الويت اون ايرث تايم 1 اوفر 6، تمام كده؟ يعني 300 اوفر 6 هيبقى ب 50 نيوتن. احنا كده حلينا النهارده اهو كذا مساله عن ماس والويت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي عجبه الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناه.